ركز، استغرق في اللحظة. هذه نقطة. وبعض الناس ترى يستصغر الأمر، وهذه نقطة مهمة. شلون؟ يستصغر، يستصغر الشيء الحلو اللي فيه. يا أخي حتى كوب القهوة يا أخي لا تستصغر، خله يضرب هنا. والله صحيح، والله صحيح. تدري أن الحواس 10% هو اللي يتحرك منها بس أو يستثمر منها، والباقي ما يستثمر. ليه؟ مشغولي الرأي بالله. أسألك بالله، اليوم وضعت عطر، بنتي قالت والله يبوي اني شميت العطر، والله اني انا ما شميته وانا وضعت العطر، لان عقلي مشغول. خذ حقك من الامر، خذ حقك. اذا سمعت نغمه مشجيه اطرب لها، اذا شاهدت منظرا جميلا، الوالد سافر معه واحنا صغار، كان عنده كلمه، كان كل ما شاف شيء الله الله، وانا يا هاوش يا خلاص يا اخي. خذ حقك من اللحظه يا اخي، استغرق فيها. أخي إذا سمعت أي شيء منظر يا أخي، تصرفه، حتى التصرف الجميل يا أخي أحد أنواع الجمال في الحياة يا أخي. يا أخي استمتع فيه يا أخي، استمتع فيه. هذا أمر. الشيء الثاني، بعض الناس عنده وسواس، يعتقد أنه إذا فرح إن شر بيجيه، القوة الوقائية للقلق تسمى. ما بشرط، ما بشرط. خذ حق أبدا، خذ